السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار سادسة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، نستهلها بأبرز العناوين. محافظ الجنوبية يشارك في برنامج ترابط عن بعد مع مجموعة من المواطنين. بدء توصيل التيار الكهربائي للجزء المتبقي بوحدات ضحية الرملية. وأمنت الشورى تنظم برنامجا تدريبيا حول إدارة الأزمات إعلاميا. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. أكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية أن المحافظة الجنوبية تشهد نموا وتقدما في المجالات الأمنية والاجتماعية والتنموية بفضل توجيهات الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبدعم الحكومة الموقرة. جاء ذلك خلال مشاركة سموه في اللقاء الذي عقد عن بعد مع مجموعة من المواطنين ضمن برنامج ترابط الذي يقيمه معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة الداخلية وفي إطار تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وتكريس قيم المواطنة بحريننا، موضحا أن ركائز الثلاث الأمن والتواصل والتنمية تعد الأسس الراسخة والقواعد الأساسية لعمل المحافظة لتحقيق الأهداف التنموية والاستراتيجية لضمان مجتمع آمن ومتقدم ومستقبل. أعلنت وزارة الإسكان عن بدء توصيل التيار الكهربائي لجميع الوحدات السكنية بالجزء المتبقي من مشروع ضحية الرملية الإسكاني، وذلك اعتبارا من اليوم تمهيدا لاستلام المستفيدين لوحداتهم في الأيام المقبلة وبالسرعة الممكنة. وأوضحت الوزارة أنها حرصت في الفترة الماضية على تشكيل فريق عمل للتنسيق بشأن سرعة توصيل التيار إلى الوحدات، لا سيما وأن الوزارة حريصة على سرعة تسليم الوحدات المواطنين أسوة من الدفعات الأخرى بالمشروع التي قامت في وقت سابق باستلام وحداتها، مؤكدة حرصها التام والمستمر على تمكين المواطنين من الاستفادة من كافة الخدمات الإسكانية بشكل عام بما يسهم في تحقيق الاستقرار المعيشي لهم. أقامت الأمانة العامة لمجلس الشورى برنامجا تدريبيا عن بعد بمشاركة جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لأعضاء المجلس، حيث جاء البرنامج تحت عنوان إدارة الأزمات إعلاميا، وذلك في إطار برامج الدعم التي تقدمها الأمانة العامة لسادة الأعضاء بما يعزز أدائهم ودورهم التشريعي وآليات التعاطي في إدارة مختلف التحديات والظروف من الجانب العالمي، إذ أن الأمانة العامة للمجلس تحرص على استمرار تنظيم البرامج التدريبية الداعمة للسادة الأعضاء واستثمار الإجازة التشريعية في عقد محاضرات وورش عمل متعددة باستخدام أنظمة الاتصال المرئي عن بعد لتعزيز الثقافة والمعرفة بمختلف المجالات وسبل الاستفادة منها، وخصوصا مع الظروف الاستثنائية التي تحتاج إلى التعامل معها بالأساليب العلمية. أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن تدشين حملة جديدة بعنوان ولهنا عليكم، والتي سيتم إطلاقها عبر ثلاثة مراحل على مدار العام، ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة لزيادة أعداد السياح الوافدين إلى مملكة البحرين بعد انقضاء أزمة كوفيد-19 وخاصة من المملكة العربية السعودية الشقيقة. وستبدأ أول مرحلة بالتواصل مع المتابعين رقميا عن طريق المنشورات التفاعلية والجلسات الحية، وتليها مرحلة التشجيع التي تركز على الترويج للأنشطة المقامة، وأخيرا مرحلة التحول التي تشمل التفاعل الحي مع الزوار بشكل مباشر حالما يتم السماح بعقد الفعاليات مرة أخرى. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. الهلال الأحمر يعلن عن تقديم طلبات الاستفادة من المساعدات إلكترونيا.
أكد العقيد محمد محمود مدير إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور ضرورة الفحص الدوري للمركبات خلال فترة الصيف، خاصة مع شدة الحرارة والتي تتسبب في زيادة الأعطال. كما دعا مدير إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور إلى ضرورة التأكد من صلاحية قطع غيار المركبة والاشتراطات المطلوبة قبل فحص المركبة فنيا في الإدارة العامة للمرور، مشيرا إلى أن أوقات العمل تبدأ في الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 8 مساء من يوم الأحد إلى يوم الخميس، بالإضافة إلى وجود مراكز خارجية للفحص الفني تتبع القطاع الخاص بأوقات مختلفة تمكن أصحاب المركبات من الحصول على أوقات مناسبة لفحص مركباتهم. نشرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خدمة سداد فواتير القيمة المضافة عبر البوابة الوطنية، وذلك بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات. هذه الخدمة تمكن كافة الجهات ذات العلاقة والخاضعة لتطبيق القيمة المضافة على خدماتها ومنتجاتها من مختلف القطاعات التجارية في مملكة البحرين لعرض وسداد الفواتير المترتبة عليها إلكترونيا. ويأتي تطبيق هذه الخدمة في إطار حرص الجهاز على تسخير التقنيات الحديثة لتقديم مزيد من التسهيلات على المتعاملين وتسهيل آلية تحصيل القيمة المضافة بشكل سريع وآمن. أعلنت جمعية الهلال الأحمر البحريني أنه بات بالإمكان تقديم طلبات المساعدات الاجتماعية إلكترونيا من خلال موقع الجمعية على شبكة الإنترنت، لتتولى بعد ذلك لجنة الخدمات الاجتماعية تقييم الطلب ومتابعة الإجراءات اللازمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجمعية على تسهيل الاستفادة الأسر المتعففة من المساعدات وضمان سرعة سير العمل وتبسيط الإجراءات بفعالية وشفافية، جنبا إلى جنب مع مراعاة التباعد الاجتماعي في إطار الإجراءات الاحترازية من جائحة فيروس كورونا كوفيد-19. إذ يغطي نشاط اللجنة الاجتماعية في الهلال الأحمر البحريني جميع مناطق مملكة البحرين، حيث تقوم اللجنة بدراسة حالة الأسر المحتاجة وتقديم المساعدات المالية والعينية لها. كما تدرس اللجنة بين الحين والآخر مشاريع جديدة لتوفير مصادر لتلك الأسر من خلال برامج التأهيل الاجتماعي والمهنية. وفي تصريح خاص لبرنامج السادسة عبر الاتصال المرئي، أكد الأستاذ علي مدن رئيس لجنة العلاقات العامة بجمعية الهلال الأحمر البحريني على أن هذه الخطوة تأتي لتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. بالفعل طبعا الآن بإمكان الأسر المتعففة تقديم الطلب عوضا عن حضورهم الشخصي اللي كان موجود يأخذون الفورمة ويملونها. الآن لا بإمكانهم وهم في البيت من خلال الموقع الجمعية، ممكن يكتبون على الجوجل جمعية الهلال الأحمر البحريني ويدخل على الموقع ويملي الاستمارة ويملي بياناته، وبعدين لجنة الخدمات الاجتماعية بدورها راح تقوم بعملية دراسة الطلب والرد عليه إذا كان مستوفي وإذا كانت الأسرة مستحقة للمساعدة.
بلا شك طبعا أن هذا الجانب طبعا هو تماشيا مع التوجه الرسمي فيما يتعلق بحفاظ على عوائلنا على أسرنا، نقول لهم يعني خلكم في البيت، ويعني تحقيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي وتسهيلا إليهم، والله يعني يكفيهم شر الفيروس كوفيد 19. وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. وبهذا وصلنا لختام أخبار سادسة اليوم، تم برعاية الله تعالى، وإلى اللقاء.